أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا هو أول يوم وأول لقاء في هذا الأسبوع الدعوي الثقافي، حيث تجوب وزارة الأوقاف جميع مساجد جمهورية مصر العربية لتنشر الوعي الوسطي وتنشر الثقافة وتنشر سماحة الدين الإسلامي من خلال هذه الأسابيع الثقافية الدعوية. لا شك أن الثقافة ووسطية الدين وسماحة الدين وبيان كل ذلك وتبيينه من خلال العلماء الأجلاء الأفاضل، لا شك أن كل ذلك يأخذ بأيدي المجتمع نحو التقدم، نحو الرقي، نحو الازدهار، نحو السلام، نحو الوئام، نحو الترابط، نحو التماسك، نحو الاصطفاف. أيها الأحبة، موضوع لقاء اليوم يدور حول أكل الحلال مفتاح كل خير، ويحدثنا في هذا الموضوع علماء أجلاء. معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، أحد مفكري وقادة وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. معنا فضيلة الدكتور محمود ربيع، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة. أيها الأحبة، حول أكل الحلال وهو مفتاح كل خير يحدثنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالشكر موصول لراعي هذا الحراك العلمي الثقافي الدعوي في ربوع جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. والشكر موصول لحضراتكم على هذا الحضور، والشكر موصول للقائمين على أمر هذا المسجد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. مستمعي الكرام، أكل الحلال، الكسب الحلال، هو وصية الله عز وجل لخلقه للمؤمنين
بل للناس جميعا. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه وصية للناس أجمعين. ثم قال في وصية للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذه وصية من الله عز وجل لنا لتحري الحلال في كسبنا، لأن الحلال ما كان في شيء إلا زانه وحلت فيه البركة، البركة في المال، البركة في الأهل، البركة في الولد، البركة في الرزق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلفت انتباهنا إلى أن طرق الحلال واضحة وبينة، وأن والعياذ بالله طرق الحرام أيضا واضحة وبينة. فمن أراد أن يكرمه الله عز وجل في صحته وفي بدنه في رزقه في أهله في ولده في عمله الصالح فليتحرى الحلال في رزقه، يتحرى الحلال في رزقه. من أجل ذلك سخر الله عز وجل للإنسان كل ما في الكون. قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم لمين؟ لمن الإنسان. وفي موطن آخر يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى كل ما في السماوات وما في الأرض سخره الله عز وجل للإنسان ليحقق الرسالة أو الغاية التي من أجلها خلقه الله، ألا وهما عمارة عبادة الله عز وجل وعمارة الكون. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى من أجل الغاية العبادة لله، تحقيق العبودية لله وعمارة الكون، سخر الله عز وجل للإنسانية ما في السماوات وما في الأرض. إذن ما على الإنسان إلا أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على رب الأرباب وأن يطلب الرزق الحلال، الرزق الحلال. لذلك لا نعجب حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بعدما تصلوا على سيدنا النبي: ما أكل أحدا طعاما قط
خيرا له من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا داود دون غيره من الأنبياء والرسل؟ لأن سيدنا داود جمع الله له بين الملك والرسالة، فكان رسولا ملكا أو ملكا رسولا، كان من الممكن أن يتكسب من وظيفة الملك، لكنه آثر أن لا يأكل إلا من عمل يده، فكان يقوم بصناعة الدروع. لذلك سيدنا النبي قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فطلب الرزق الحلال، طلب الرزق الحلال يتسبب في عملية ديناميكية. الرجل يعمل في مصنعه أو في حقله أو في متجره، فيستفيد منه الآخرون، والبضاعة التي تأتي إليه في متجره هي مصنعة في مصنع يقوم عليه آخرون. يبقى السعي في طلب الرزق الحلال باب من أبواب السعة والبركة والخير للإنسان، للشخص بنفسه ولمن يتعايشون معه. لذلك في حديث آخر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب الكسب عمل الرجل بيديه، وكل عمل مبرور. وكل عمل ايه؟ مبرور. اطيب الكسب انك تجتهد في حقلك من باب تحري الحلال والكسب الحلال وطلب الرزق الحلال. والله من توى انسان في حقله او في مصنعه او في متجره هذه النية إلا وأكرمه الله. من توى إنسان هذه النية إلا وأكرمه الله ويسر له أسباب النجاح وبارك له في حقله أو في متجره أو في مصنعه. لما هاجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة المنورة، إلى طيبة طيبها الله، ونحن نعلم أن المهاجرين هاجروا وتركوا الأموال والديار حبا وكرامة في الإسلام وطاعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر لا درهم له ولا دينار. فلما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه سعد بن الربيع، قال له سيدنا سعد أو عرض عليه سيدنا سعد أن يأخذ بستانا من بساتينه وبيتا من بيوته، وعرض عليه أن يطلق إحدى زوجاته فتقضي العدة ثم يتزوجها سيدنا عبد الرحمن. فقال له: بارك الله فيك، بنفس الإنسان المسلم، بالنفس الأبية العزيزة التي أبت إلا أن تأكل من عرق جبينها، خرجت هذه الكلمة من نفس إنسان يعلم أن الرزاق هو الله، خرجت من نفس إنسان أبى إلا أن يأكل من عمل يده، خرجت من نفس إنسان رباه النبي صلى الله عليه وسلم على الجدية والرجولة والعزة والكرامة. قال: يا سعد بارك الله لك، دلني على السوق. ثم ذهب إلى السوق واشترى بضاعة بثمن آجل ويقال بأنه اشتراها من يهودي،
بثمن آجل، وظل يتاجر يبيع ويتاجر يبيع ويتاجر، حتى بارك الله له في رزقه، حتى نم الله عز وجل في ماله، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة والطيب يفوح منه. فلما سأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه تزوج. الرزق بيد من؟ بيد الله. الله هو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. الرزاق بصيغة المبالغة لتدل على أن رزق الله كثير ومتنوع، فما على الإنسان إلا أن يتوكل على الله حق توكله، آخذا بالأسباب، أسباب الرزق. يجد ويجتهد. حينما نتصفح القرآن نجد أن الله عز وجل قدم اليد التي تكد وتعمل وتجتهد وتسعى على رزقها، قدمها، قدم أجرها على أجر المجاهد في سبيل الله. قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ولما خرج الشاب الفتي على جمع من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم البشرية درسا، أن يعلم المسلمين درسا، أن يعلم الناس قاطبة درسا، لأن الله عز وجل لم يرسله للمسلمين وحدهم، إنما أرسله الله للناس كافة، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فأراد النبي أن يعلمهم درسا في العمل والجدية وطلب الرزق، لأن الأمم لا تتقدم إلا بالعمل والجد والنشاط، وإلا لما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بالقوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. لو نظرنا إلى كلمة قوة، جاءت منكرة لتشمل القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا تقوى أمة بدون عمل وجد واجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم لهم: لو خرج يسعى على ولديه أو أولاده فهو في سبيل الله، لو خرج يسعى على أولاده الصغار فهو في سبيل الله، لو خرج يجد ويجتهد ويعمل بيديه يكتسب الحلال فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وبطرا والعياذ بالله فهو في سبيل الشيطان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أخذا بالأسباب وسعيا في مناكب الأرض لطلب الرزق الحلال الذي يكون سببا، كما قلت في بداية الكلام، في البركة في البدن والأهل والولد والمال والتجارة، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. أسأل الله عز وجل بقلب خالص ونحن في رحاب بيته الكريم
أن ييسر لنا أسباب الرزق الحلال. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرقين يا رب العالمين. اللهم صب على أهل مصر من الخير صبا، اللهم صب على أهل مصر من الرزق الحلال صبا، ولا تجعل معيشتهم كدا. أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي حدثنا فيها عن فضل الأكل الحلال واللقمة الحلال، وبين كما جاء في العنوان أن الأكل الحلال مفتاح كل خير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا حلالا. كانت النساء على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن اللائي تربين في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقولن لأزواجهن في الصباح الباكر: اتقوا الله فينا ولا تطعمون إلا حلالا، فإنا نستطيع أن نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على النار يوم القيامة. أيها الأحبة، كانت هذه الكلمة هي أولى كلمات العلم في هذا اللقاء الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا اليوم هو اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف هنا في رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة. وحمدا لله سبحانه وتعالى أن عادت إلينا مساجدنا وعادت مساجدنا لتؤدي دورها الدعوي القدمي على أكمل صورة في هذه الأيام. عادت المساجد لتمتلئ بروادها وبالسادة المصلين ومحبي القرآن الكريم ومحبي الثقافة والعلم، فحمدا لله عز وجل. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد مسجد شريف بالمنيل، ويحضر معنا كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ ربيع محمود حسين مفتش المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة جنوب أوقاف القاهرة. ونقدم الشكر الخاص لجميع العاملين في مسجد شريف بالمنيل على حسن التنظيم وحسن الاستقبال، إلى فضيلة إمام وخطيب المسجد
فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد. أيها الأحبة، مع الأكل الحلال وهو مفتاح كل خير، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمود ربيع المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف للبنين بالقاهرة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام، في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان العطر نتحدث معكم حول قضية وموضوع الكل دائما ما يفكر فيه: كيف يصل الإنسان منا إلى أكل الحلال؟ وقبل البدء في ذلك، لابد أن نعرف هل المقصود من كلمة أكل الحلال تختص بمسألة بعينها، أم كل ما يحصل عليه الإنسان في حياته؟ مسألة أكل الحلال هل تختص بالطعام والشراب الذي نأكله، أم أن المسألة أوسع من ذلك، تدخل في العمل الذي تعمله؟ كيف يتحرى الإنسان من الحلال؟ تدخل في الطعام والشراب الذي تأكله، بل إن شئت فكل يدخل في الهدايا التي تعطى لك. ففي كل شيء يصل للإنسان مال أو ما قيمته مال، هو مسؤول عنه، يسأل عنه يوم القيامة. لذلك معرفة الحلال والوصول إلى الكسب الحلال ليس شيئا مستحبا للإنسان، بمعنى الإنسان إما أن يفعله أو يتركه، أبدا، بل هو واجب على كل مسلم. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بأكل الحلال. لذلك يقول الحافظ ابن رجب رضي الله عنه: وفي ذلك إشارة بأن العمل الحلال أمر رغب فيه الشرع وأمر به، وأن الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. يبقى الكسب الحرام يفسد أي عمل. لذلك أول الأشياء التي تحبط للإنسان دعواته الكسب الحرام. إذا ما رفع العبد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغزي من حرام، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ من أين تستجاب الدعوة مع كسب الحرام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، فيقول: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين اكتسب، أمن حلال أم من حرام. لذلك أقوى شيء يقذفه الشيطان في جوف ابن آدم المال الحرام، يمنع عنه كل خير ويحجبه عن كل طاعة. لذلك القضية دائما التي تشغل الأذهان: كيف يكتسب الإنسان من الحلال؟ كيف يكون الوسيلة إلى كسب الحلال؟ الإسلام عندنا لم يضيق على الناس في معاملتهم. لذلك من ينظر في الفقه الإسلامي يجد أكثر الفقه في أبواب المعاملات، وأكثرها في الأمور المالية. فالإسلام لم يحصر المعاملات في نطاق ضيق، بل جعل لنا قاعدة عريضة في أن الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العقود الإباحة، والأصل في الشروط الإباحة، ما لم يكن هناك مخالفة تضر
بالمجتمع أو بالأمة الإسلامية أو بالناس جميعا. وليس عندنا في الإسلام شيء يسمى الغاية تبرر الوسيلة كما هي عند الغير. فالغاية عندنا لا بد أن تكون مباحة، والوسيلة عندنا لا بد أن تكون مباحة. يبقى إذن كسب الإنسان من كل طرقه لا بد أن تكون من طريق مباح. كسب الإنسان في كل حياته حتى يصل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون من طريق مباح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتحري الحلال، وأما الشيء الحرام لا يتحرى فيه الإنسان بل لا بد من اجتنابه. يبقى الشيء الذي ننبه عليه مسألة تحري الحلال، أن يتوقى الإنسان وأن يبتعد عما فيه شبهة، هذا أمر احتياطي وورع إيماني في قلب المسلم. أما ما هو ظاهره وواضح المعالم بأنه حرام لا بد من الابتعاد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن الإنسان لا يغادر الدنيا إلا إذا حصل على ربحه وعلى كسبه. لذلك ما رواه ابن ماجه في سننه يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي فقال لي: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يستبطئن أحدكم رزقه فلا يطلبه بمعصية، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى مسألة الرزق لا بد أن يأتي للعبد. لذلك كلمة تقال: العبد إلى رزقه حائر. دائما الإنسان يحتار من أول الصباح إلى المساء، بل عند نومه، بل في صلاته يفكر دائما كيف يأتي بمال، كيف يجمع مال، كيف يحصل على مال. والرزق إلى العبد دائر، أي لا بد أن يأتي إليك ويدور إليك. لذلك ورد في الأثر: إن الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. الرزق أشد طلبا للعبد من أجله، بمعنى دائما ما تبحث عن الرزق والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك للعبد. وحتى لا نطيل عليكم، من الأشياء العملية التي نتعامل بها أو نحصل بها على الكسب الحلال، أهم الأشياء أو الوسائل التي يمكن أن نستخدمها أو نستفيد بها كناحية تطبيقية، أول هذه الأشياء ننظر إلى الأعمال التي نعملها، هل هي حلال أم حرام؟ الإنسان منا سيسأل أمام الله عن كل عمل يعمله. الإنسان منا سيسأل عن الوقت الذي يقضيه في عمله. يبقى أول شيء حتى يتحرى الإنسان من الحلال لا بد أن يتحرى نوع العمل والوقت الذي يعمل فيه. مسألة إن أنت تزوغ من العمل ووقت العمل، أنت تتعامل مع الله قبل الإنسان، لا نحتاج إلى أن يكون عليك رقيب أو حسيب كل دقيقة، بل أنت تراقب المولى سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء يمكن للإنسان أن يتحرى فيه الحلال مسألة الوقت. يبقى كون أن الإنسان منا يضبط وقته ويحاسب على أوقاته في العمل، فلا يغيب إلا لظروف، ولا يغيب إلا بعذر، ولا يغيب إلا وفق لوائح العمل. غير ذلك يعتبر من الإنسان تفريط وتهاون في العمل. الشيء الثاني الذي يختص بالربح، انظر إلى ما تربحه من ذلك العمل، هل هو حلال أم حرام؟ والعمل عندنا قائم على الربح، عندنا قائم على الإحسان، ليس على الانتهاز. بمعنى ليس كل إنسان منا وقل في عمل ما، طبيب في عمله، مهندس في عمله، مدرس في عمله، كل إنسان وقل من عمله أن يكون هناك نوع من الانتهاز. التاجر ينتهز من يأتي إليه ليشتري البضاعة، الطبيب وكذا. يبقى إذن مسألة الانتهاز أنت تتعامل مع الله حتى تتحرى الحلال.
تتعامل مع الله في الكسب الحلال، تتعامل مع الله في العمل الذي تعمله حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه. من الأشياء التطبيقية في مسألة أكل الحلال مسألة الميراث. كل إنسان منا ينظر إلى هذا المال، بل كل إنسان منا يجب عليه أن يؤدي الحق لأهله. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آيات الميراث: تلك حدود الله، أي هي حدود وحقوق، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها. وفي آخر سورة النساء يبين الله لكم ألا تضلوا. يبقى مسألة كسب الحلال عن طريق الميراث وغير ذلك الإنسان يأسم عليه شرعا. لذلك أول التوبة وأول العودة إلى الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الإنسان تلك الحقوق لأصحابها. كذلك ما يتعلق بكسب الحلال مسألة ديون طامة كبرى. كل من أخذ دينا من غيره أوصله إلى شيء أنه لا يريد أن يعطي دينا لغيره بسبب كثرة المماطلات، بسبب استبعاد أن يسدد الإنسان دينه في وقته. المماطلة اسم شرعي يأسم الإنسان عليها. آخر شيء نختم بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان مستعملا في أرضه، استعمله في أرضه ورزقه الرزق الحلال. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، أي تعامل ولو بجزء قليل. منع الحلال، منع مالا حلالا أو منع مالا قليلا عن غيره فحجبه أو ظلمه فهو غلول، أي يغل به في نار جهنم. يبقى أكل الحلال مفتاح كل خير. أكل الحلال دعوة مستجابة للمسلم. أكل الحلال هو طريق البركة في الصحة وطريق الخير إلى الآخرة. أكل الحلال هو طريق الفوز بالجنة في جنة عرضها الأرض والسماوات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا المال الحلال ويبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الكلمة الطيبة حول أكل الحلال مفتاح كل خير التي حدثنا فيها فضيلة الدكتور محمود ربيع المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف للبنين بالقاهرة عن فضل الأكل الحلال وتخير الحلال دوما في حياة كل إنسان. نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي في اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في لقاء ثقافي في الأسبوع الثقافي الذي يقام حتى نهاية هذا الأسبوع في هذه الرحاب الطاهرة. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.